بني ضيف ومعاريب بري. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة فريدة مفيدة بين قصة وقصيدة وجمال رصيده وحصيده. اليوم من يقدر يصيده؟ ننطلق وإياكم وقد شرفنا وأتحفنا وأسعدنا حضور الجمال، فهذا محمد المقبل وقد أسعدنا بطلته يحمل حلته، هي حلته بس ما اعتمدنا نعفسها حلته، يقول أسعدنا طلته، أسعدتنا طلته، لا ما تجي بالله أسعدنا إلا طلته، يلا مشوا عاد. أيضا أبو شويش اليوم منسقنا بس إنه ما ابتسم أبد اليوم، ما أدري إيش فيه. لا لا ما ابتسم والله. وشو؟ لا خلاص لا خلاص ابتسم الحمد لله. عبد الله حمدي يا مرحبا. لبى عينك. لا وابتسم أيضا. لا لا الحمد لله لا الأمور تمام. غرمان العمري نشوفه مبتسم ولا لا في الشاشة؟ أشكرك. بس ما ابتسم إلى الحين. أشكرك. وينها تكفى يا أبو؟ لا لها لها وقت لا ما لها وقت. لا بقدر ما تستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر وقته مبتسم متبسم عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على ثم الابتسامة سبحان الله. يعني فيها من الخير شيء عجيب. أعطيكم يعني إحنا تكلمنا قبل لكن ترى ما يمنع نكرر، شوفوا الابتسامة في بعض الأمور ودنا كل يوم نطرق لها كل يوم لأنها مفيدة. الابتسامة إذا دخلت المجلس وأنت مبتسم سبحان الله اللي ما يعرفك ينشرح صدره لك. صحيح. إذا دخلت مرتاح لك. يرتاح لك. ثم إن دخلت وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبتسم ارتاح لك أكثر. الله يمسيكم بالخير وأسأل الله أن يسعدكم جميعا في الدنيا وفي الآخرة. قال وش ذا فخم ذا؟ دخلت القلوب على خلاص. ولذلك هذا فن تستطيع تصل له فأنت وصلت لمرحلة جدا جميلة. فأسأل الله أن يسعدنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين. ولا تكلف شيء الابتسامة، مجرد أنك تشرح صدرك تشرح صدر الشخص المقابل. هلا مو ما تكلف الا مفيده كم يتحرك من عضله في الوجه بس على قولك تحرك عدد كبير من العضلات في الوجه ب فعلا اي بال فنعم من نعم الله. اي ابتسموا كلكم ابتسموا ألب عيونكم الله يسعدكم في الدنيا وفي الاخره يا ربي يا الله. كيف حالك يا حمدي؟ ابشر. وشلون صحك الحين؟ احسن ها الحمد لله. عبد الله حمدي بعد انت بعد الحادث سويت عملية صح؟ وكيف وضعك الآن؟ لا بس وكيف زوجك المصون؟ اللهم اكرم عساه طيبة. سأل الله أن يسعدكم يا رب وأن يبارك لكم وأن يبارك عليكم وأن يرزقكم الذرية الصالحة يا رب وأن يجعل سعادتكم في الدنيا وفي الآخرة. آمين. اللهم آمين. الله يسعدك ويبارك فيك. الله عمليته بسيطة، أسأل الله أن يعافيك ويشفيك. كم هي؟ 27 غرزة. لا إله إلا الله. أبشر بالخير. أي والله الحمد لله. هذا اللي يبتلى يعني يعرف أن الله عز وجل يحبه، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وهذه من نعم الله عز وجل. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأسأل الله يجعلنا ممن يشكر ويصبر. اللهم أمين. حيا الله شيخ غرمان. الله يسلمك. يا مرحبا. يبقيك. يا مرحبا ويا مسهلا. اولا اسمح لي اسلم. اي تفضل. ها ابو عبد المحسن، اول شيء بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله خير الكلام. ثانيا يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. انا من هذا المنطلق اشكرك ابو عبد المحسن الشكر الجزيل. الله يسعدك. الله يسعدك. وابو عبد العزيز ولا انسى نسيبي الغالي ابو علي محمد بن الاقفص اللي كنتم حريصين على تواجدنا معكم في هذا المجلس المشرف في قناة الرائدة، فلكم منا جزيل الشكر والتقدير. والله لب عينك. شوف أولا أنت وجودك إضافة لنا، هذا يحطها في بالك. الشيء الثاني يعني محبة بلقفص
لك وأنت خال عياله ومحبتك له تنم على أنه يعني صفاء داخلي لا عندك ولا عنده. الحمد لله. فحنا نشرف بك وبأمثالك ومن على ما قال ما يشيله مجلسنا تشيله عيوننا وفوق رأسنا. الله يسعدكم يبارك فيكم يحييكم يا ربي. الله شيخ عبد الله نبدأ؟ نبدأ توكل على الله. قراءة خلف عن حمزة. خلف؟ خلف عن حمزة. عن حمزة يا سلام. أعوذ